الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضات ربه ومولاه، فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله، ومتى فسدت حبط العمل وأصبح كاسدا مردودا. فهي بحق خير معرف للإنسان المسلم على ربه، فيزداد بمعرفته إيمانا وتقى وورعا وخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات الشرك المحبط للعمل والمسبب للخيبة والخسران. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب صفات الله وآثارها في إيمان العبد. والآن مع المحاضرة العاشرة، والتي هي بعنوان شرح صفة العلو والغنى لله عز وجل، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. ونترككم مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله وأثر هذه الصفات في إيمان العبد. هذه الصفة التي نتكلم عنها اليوم صفة العلو. العلو صفة لله جل في علاه ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. هذه الصفة هي صفة ذاتية لله جل في علاه ثبتت بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى وهو العلي العظيم، قال جل في علاه: سبح اسم ربك الأعلى. وقال جل في علاه: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وفي السنة بمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحيحين قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأيضا قال: يأتيني الوحي من السماء. قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. يقصد من في السماء، يعني من على السماء. ما الدليل على ذلك؟ طب اتفضل. وين الدليل؟ احسنت، لا فض فوق، انت اتيت بدليل جيد، لكن نريد فيه التفصيل. الاخوه اللي بتعتقد في ربها اعتقادا سديدا صحيحا، اهل التوحيد والعقائد السلفيه، الاخوه الذين اتقنوا صفات ربهم وأتقنوا الأسماء الحسنى. محمد. نعم، حديث ابن مسعود ذكر: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ففوق العرش بين أن العرش فوق السماء، فالفوقية هنا يبقى معنى: ألا تأمنون أنا أمين من في السماء، يعني من فوق
السماء سيكون فيه هنا بمعنى على. أيضا من جهة اللغة كما أوضح الأخ الكريم، نعم نقول تمشوا في مناكبها، هل أحد يعني شق الأرض ومشى داخلها؟ لا، يبقى معنى ذلك تمشوا على مناكبها، في هنا بمعنى العلو. إذا ثبتت لله بالكتاب وبالسنة إن الله جل وعلا فوق عرشه وهو بهم من خلقه يعلم ما هم عليه، وعلو الله علو ذاتي، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. علو الذات بأن الله جل في علاه قد استوى على العرش وهو علي بذاته جل في علاه، وهو قريب في علوه. الرحمن على العرش استوى، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكما مر في حديث ابن مسعود وهو فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، فهذا علو الذات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقر إيمان هذه الجارية لما اعتقدت الاعتقاد الصحيح بأن ربها في السماء يعني فوق العرش، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء يعني فوق السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. علو الذات وعلو الشأن سبحانه وتعالى لا ينفع بالجد منه الجد، وهو الذي تقدست أسماؤه الحسنى، وهو الذي نزه عن كل نقص وعيب جل في علاه، فله الكمال المطلق والجمال المطلق والعظمة المطلقة والقدرة المطلقة سبحانه، هو الصمد، له السؤدد المطلق سبحانه جل في علاه، له الكمال في كل شيء، هذا هو علو الشأن. وعلو القهر قهر كل المخلوقات، قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مقهورا عبدا لقد احصاهم وعدهم، صح كده؟ لقد احصاهم وعدهم عدا، نعم. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. ايضا لما خلق الله السماوات والارض قال لهما ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، فهذه ايضا قهر، والله جل في علاه غالب على امره، واذا اراد شيئا قال له كن فيكون، حيث قال الله جل في علاه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال جل في علاه حاكيا عن يوسف وتمكين الله ليوسف وأن هذا من قدرة الله ومن قهر الله للعباد، قال الذي اشتراه من مصر لمأتيه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله جل في علاه كتب على نفسه النصرة لأهل الإيمان وأهل التقى وأهل الدين مع الأنبياء والشهداء والصالحين والمرسلين، فهذا العلو هو علو القهر وعلو الغلبة. أوضح ما يكون على ذلك من استدلال من كتاب الله جل في علاه آية تصرح بذلك، ما هي الآية؟ ها؟ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظا، في آية أخرى أيضا فلافض فوق أمهات، نعم، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه التقسيمات كما قلت مستقى من الآيات ومستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر، كيف يتعبد المرء لربه بهذه الصفة العظيمة. أقول إن الله علي في ذاته، علي في شأنه، علي في قهره جل في علاه، والله جل إذ يتصف بهذه الصفة الجليلة يحب أن يرى أثر هذه الصفة خلقا من أخلاقيات عباده، فلابد للعبد أن يتخلق بأثر هذه الصفة فتعلو همته لله جل في علاه، ينظر إلى فوق العرش فيعلم أن ربه فوق العرش، يدبر أمر عباده فتعلو همته حتى ما ينام ليلة إلا وروحه تصعد عند العرش فتطوف حول العرش، وتعلو همته إلى أن يجاور رب العرش سبحانه جل في علاه في الفردوس الأعلى، وهذا طبقه واقعا الصحابة الكرام. هذا الرجل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له شاكرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. علو همة، وهو يعلم أن ربه علي، وعلو الهمة يحبه الله جل في علاه كما في الحديث الصحيح أن الله يحب معالي الأمور ويبغض أسافل الأمور، فلذلك قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، همة عالية ما رضي بالدون، ما قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فكثير من العامة الآن تسمع منهم يقولون نحن ما نريد إلا أن نزحزح عنها فقط،
بس فقط نمر على الصراط. هذه همة دون، والهمة الدون يمكن أن ينزل بها إلى نار جهنم، بل قال بعضهم انظر إلى السماء حتى تصل إلى المأذنة، يعني حتى تصل فقط إلى طول المأذنة انظر إلى السماء، فلا بد لك من همة عالية ولا ترضى بغير الفردوس بديلا. وإن علمت أنك تقع وتتجرأ وتتعدى وتفعل الحرام، اعلم بأن ربك يوفقك للتوبة، وأنت ما زلت على هدف غالي ثمين، هذا الهدف بعلو همة ستصل له. همة الصحابة رضي الله عليهم في الفردوس الأعلى عندما جاء الرجل الذي ابتلاه الله جل في علاه بعرجة في رجله وقد رفع عنه الحرج، كما قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، جاء من اسمه عمرو بن الجموع جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يبين له رفع الله عنك الحرج، لكن همة عالية لا يرضى بالدون، لا يرضى أن يكون تحت الناس ولا يرضى أن يكون تحت في الخط الخارجي. قال والذي نفسي بيده لأطأن بعرجتي هذه الجنة، وقد كان نسأل الله جل في علاه أن يجعله في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه همة عالية، همة في الطلب يطلب ربه جل في علاه. وانظروا هذه الهمم العالية، موسى عليه السلام ضرب لنا أروع الأمثلة في الهمة العالية، ألا وهي بعدما سمع وشنف أذنه صوت الله، بعدما سمع صوت الله جل في علاه عندما نداه وأتاه موسى عليه السلام قال رب أرني، هذه من الهمة العالية، لأنه بعدما سمع هذا الصوت قال إن كان هذا الجمال في هذا الصوت فجمال الرؤية أمتع وأشد وقعا علي، فطلب بهمة عالية رؤية الله جل في علاه، لكن حال بينه وبين هذه الرؤية أن الله كتب ألا يراه أحد في هذه الدنيا، ونطمع بإذن الله أن نرى ربنا في الآخرة، وكل بحسب إيمانه. همة عالية أيضا في الدعوة إلى الله جل في علاه، أما رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بأسرها تتكالب عليه، تتهم بالجنون، تضرب بيد من حديد عليه، تتكالب عليه وتريد قتله، بل بعد ذلك ساومته ليتملك مكة بأسرها من مال وجاه ونساء، وهو لا يرضى بذلك ولا يرضى بدعوة الله جل في علاه أن ينزل منزلتها شيء بديل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهمة العالية ما مات حتى أتم الله عليه الشريعة بأكملها، وبلغ عن الله أتم البلاغ، وبين عن الله أتم البيان صلى الله عليه وسلم. ولذلك في خطبة الوداع بعدما قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، قال أترون أني قد بلغت؟ قالوا اللهم إنك قد بلغت. فنكت بإصبعه يرفع يشير إلى السماء ويقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. همة عالية في نشر دعوة الله جل في علاه. رجل واحد غير الله به الدنيا بأسرها مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الدين أصبح هذا الدين هو الدين الحق عند الله جل في علاه، وأصبحت الأمة الإسلامية هي أفضل أمة عند الله من الأمم. كفى بهذه الأمة فخرا بأن أول أمة تعبر الصراط كما سنبين هي الأمة الإسلامية، أول أمة تدخل الجنة هي الأمة الإسلامية، أول أمة يقضى بينها هي الأمة الإسلامية. كفاها شرفا وكفاها علوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون أو نحن السابقون، سابقون في دخول الجنة، سابقون في القضاء، سابقون في عبور الصراط، سابقون في دخول الجنة، أصحاب همم عالية كالجبال. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الهمة العالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم متأثرين بصفة العلو لله جل في علاه. فأنا أهيب بنفسي وأهيب بإخوتي أن يتمثلوا لذلك ويتدبروا هذه الصفة، فإن كان طالبا للعلم فيكون من أصحاب الهمم العالية، إن كان حافظا للقرآن فيكون من أصحاب الهمم العالية، إن كان داعيا إلى الله فيكون من أصحاب الهمم العالية. انظروا إلى ابن حزم أروع إنسان من العلماء أو أروع الأمثال التي ضربت من العلماء، ابن حزم بيّن لنا الهمة العالية كيف تعمل بصاحبها. دائما كانوا يقولون التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، يعني الذي يتعلم في الكبر تعليمه يكون ما يسرع به. وانظروا كسر كل هذه القواعد من؟ ابن حزم. ابن حزم لما دخل المسجد دخل بعد العصر فأراد أن يصلي فكبر الله أكبر، فقام له رجل قال يا جاهل تصلي بعد العصر؟ وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، فاستحيا ابن حزم وجلس فلم يصلي. فجاء في الجمعة التي بعدها فدخل صادفه أن دخل بعد العصر فجلس لم يصلي، فدخل المسجد فجلس. لما جلس؟ لأن الرجل قد علمه بأن النبي نهى عن إيه؟
فلما دخل أراد أن يجلس فجلس، فكان في هناك طالب علم نظر إليه فذهب إليه فقال: أيها الجاهل، تدخل المسجد وتجلس ولا تصلي؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ فقام حزينا بعدما صلى فذهب وقال: والله لا أتركن العلم بحال. لما؟ لأن في الجمعة الأولى اتهم الرجل بالجهل وأتاه بحديث، الجمعة الثانية مخالفة، اتهم الرجل بالنقيض واتهم أيضا بالجهل وأتاه بالدليل، فقال: هنا دليل وهنا دليل، ماذا أفعل؟ أنا جاهل هنا وجاهل هنا، ماذا أفعل؟ قال: ما هو إلا السبيل إلى العلم. انظروا إلى الشاهد والهمة العالية، فكيف يتعبد الله بصفة العلوم؟ فعكف على الكتب، فلما عكف على الكتب ما هي إلا سنوات ثلاثة، فقام يطيح بالرؤوس، فقام يشتد على الشافعي وعلى أبي حنيفة، بل على الترمذي يقول: ما سمعت بهذا الرجل، يعني ما ترك أحدا إلا وظهر قلمه. والعلماء يقولون: أما ابن حزم ففح من فحول أهل العلم لولا لسانه، لأن لسانه كان سيفا برتارا. فابن حزم قال فيه العز بن عبد السلام: والله ما هنأت بفتوى أن أفتي، أو ما أبحت لنفسي أن أفتي حتى اقتنيت المغني، والمغني ده إما لإمام أحمد بن حنبل وإما لابن عقيل وإما لشيخ الإسلام تيمية. لمن منهم الثلاثة؟ ابن عقيل. ابن عقيل طيب، فكر ابن عقيل. سيبنا نوهمه يا شيخ أحمد، قلت لك اتكلم. أبو معاذ دخل في الوهم فأردنا أن يزيد. مين اللي قال ابن قدامة؟ ابن قدامة. فقال: ما ارتحت للفتوى وما هنأت لي أن أفتي حتى اقتنيت المغني والمحلى. المحلى لمن؟ لابن حد. ومن قرأ في المحلى علم غزارة علم الرجل، حديث وفقه وأصول ولغة، بحر في كل شيء. ابن حزم بحر لا سحل له، ولولا كما قلت قلمه وسيفه البتار لكان له القبول العام عند العلماء. لكن شوفوا الهمة العالية، ثلاث سنوات وقام يناطح الجبال، بل قام يناطح الجوزاء نفسها، قام يناطح النجوم التي علت في السماء. من الهمة العالية، همم عالية. مسدد بن مسرة كان رجلا محدثا بارعا ثقة. هذا الرجل دار على الكوفة بأسرة، الكوفة البصرة بغداد، ذهب إلى العراق، ما ترك محدثا إلا واستمع له، وكل ذلك يعاني حتى يسمع من ابن حنبل. ثم وهو في كل طريق يسأل الإمام ابن حنبل، يريد توثيق الإمام ابن حنبل، فدخل على يحيى بن معين قال: أسألك. قال: سل. قال: أسألك عن فلان. قال: ثقة. قال: أسألك عن فلان. قال: ضعيف. قال: أسألك عن فلان. قال: ثقة. قال: أسألك عن رجل، يعني ذابت رجلي، خلاص تشققت الرجل من السير حافيا حتى يطلب العلم عنده ويجلس مجلس التحديث. قال: من؟ قال: أحمد بن حنبل. توثقه؟ فتعجب يحيى بن معين وقال: من؟ عن من تسأل؟ قال: أحمد بن حنبل. قال: وأحمد بن حنبل يسأل عنه؟ أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسرها، أحمد لا يسأل عنه. ويذهب مسدد ليسمع من أحمد بن حنبل، وكان ثقة ثبتا، بل أحمد رئيسه وشيخه وسيده، دار لنا علو همته في الطلب، أنه ذهب من بغداد ماشيا يريد صنعاء حتى يسمع من عبد الرزاق، وكان أجر، يعني يستأجر نفسه، يذهب يحمل عن الناس المتاع حتى يعني تأتيه الأجرة فيطعم، يأكل ويشرب حتى يذهب إلى عبد الرزاق ويسمع من عبد الرزاق. النسائي البخاري من بخارى، البخاري ما ترك بلدة فيها محدث إلا وذهب إليه، ذهب إلى أحمد فجلس في مجلس التحديث فأخذ منه الحديث، ثم ترك بغداد وأراد أن يرحل إلى مصر، فقال له أحمد: أين تذهب؟ أتتركنا وتترك الحديث؟ لكن البخاري قد أخذ منه ما يريد، وذهب يأخذ الإسناد أيضا بعلو، فما ترك بلدة فيها محدث إلا وذهب إليه. أبو داود نفس الأمر، أبو داود جاء من خراسان وذهب من سجستان وذهب إلى الإمام أحمد أيضا، لأن أبو داود في أحمد عاصر الأئمة هؤلاء، عاصرهم. فأبو داود ذهب إلى أحمد وفي كتاب مشهور جدا يربط الإمام أحمد مع أبي داود. ما هو الكتاب؟ شيء في العلل وفي الحديث، سؤالات أبي داود، كان بيسأل دائما الإمام ويكتب، فجمع الله بينهم فأخذ منه وذهب كما قلت يدور على البلاد حتى يكتب الحديث. فانظروا كيف الهمة العالية من هؤلاء الأفذاذ أساطين أهل العلم، تأثروا بصفة العلوم لله جل في علاه، وأصبحت الهمة كالجبال عالية ما ترضى بالدون، كما قامت هند
وسط الناس وأخذت بمعاوية قالت ابني هذا سيد وسيعانق الجوزاء، وصدقت حينما قالت ذلك، فإن معاوية رضي الله عنه وارضاه صاحب همة عالية لا يرضى بالدون، ولذلك أصبح أميرا للمؤمنين رضي الله عنه وارضاه. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاه كانوا يتعبدون لله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة الجليلة، علو همة، وأيضا من التابعين وتابعي التابعين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية. لكن أنا أشتكي إلى ربي من نفسي، ثم الله أعلم بإخوتي، أشتكي إلى ربي من نفسي لأني أعصي الله، والمعصية شوك في طريق طالب العلم، والمعصية جبل هدام على طالب العلم. فالله جل في علاه يغفر لنا زلاتنا ويعني يسير بنا على هذا الطريق الذي هو أشرف وأنبل الطرق، ويجعل همتنا همة عالية حتى ننظر في وجهه الكريم ونحن في الفردوس الأعلى لا ننزل عنها درجة أبدا. وإن كانت الأعمال لا تصل بنا، كفانا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ونحن جميعا بفضل الله يشهد الله أننا نحب الله ونحب رسوله ونحب أبا بكر ونحب عمر، جمع الله بيننا وبينهم في الفردوس الأعلى. الصفة الثانية صفة الغنى، وصفة الغنى صفة خبرية. هذه الصفة الخبرية ثبتت بالكتاب ثبوتية. طيب ما الفرق بين الخبرية والثبوتية؟ طيب أحسنت، ها، لكن لابد تشتد على نفسك وتستمر معك، لأن هذه الأمور أنت بتذبذب فيها شوية، بعد ما تأتي بالصحيح تنزل ثاني. ها، انظر إلى الإجابة الصحيحة، ثبوتية ذاتية. طب ما الفرق بينها وبين الخبرية؟ فلان الشيخ الفاضل قال هي صفة ثبوتية، صح، وبعدين قال هي صفة خبرية، فقلت ما الفرق؟ هو قال لا، ثبوتية خبرية أحسن في ذلك. لكن هل صفة الغنى خبرية؟ أجب أن تأجب، ذاتية. طيب ما الفرق بين الذاتية والخبرية؟ ها، هنا محل السؤال حتى نضبط المسألة. ما الفرق بين الخبرية والذاتية؟ طيب الذاتية قد نعرف كيفيتها وقد لا نعرف. طيب أنا أوقعتك في المحظور، خلي بالك. طيب هي صحيح، هي الصفة الخبرية أخبرنا الله عنها، نعم، لكن ممكن أقول لك وأيضا الذاتية أخبرنا الله عنها، بس كلام صحيح جيد. صح صح، أحسنت أحسنت. طيب كده جيد جيد جدا، جزاك الله. طيب والخبرية تنفك، تارة يتصف بها وتارة لا يتصف بها. أيوة الذاتية صح، لا تنفك عن الله، أنا معك كده. يعني الخبرية تنفك، يعني بعض الأوقات نصف وبعض الأوقات لا نصف. هذا الفرق بين الخبرية. طب انتوا بتدافعوا عنه ليه ما تسيبوه؟ طب والخبرية ايش الفرق من الذاتية والخبرية؟ احمد حمود خلي فصل الخطاب عندك بقى، الله يكرمك. ده الفرق بينها وبين الذاتية؟ ها ابو ايوب، اريد دقة النظر في التفريق بينهما. ايوه انت جبتها صح، انا بقول لك لكن ما فسرتهاش. هات ما عندك. ايوه الاعجمي انت ولا عجمي ولا بطاش ولا ايش بالضبط؟ الهنوفيل، انت من مشرق الارض. طيب احسنت. هو انا اقول الفارق بين الصفات الذاتيه والصفات الخبريه، اولا الصفات الذاتيه لا تنفك عن الله، يعني ازليه ابديه تصف الله فيها في كل الاحيان. ايضا الخبريه تاخذ حكم الذاتيه في انها لا تنفك عن الله، لا تستطيع ان تقول لله عين وقتما قال تجري باعيننا وليس له عين في الوقت الاخر، حاشا لله، ما يصح، لا تنفك عن الله ايضا. لله عين، نعم لله عين ازلا وابدا، لكن الفرق بينهما ايش؟ ان العقل يمكن ان يثبت الذاتيه، لكن العقل لا يمكن ان يثبت الخبريه، فهمتم؟ هذا الفرق بينهما. فالفرق بين الذاتيه والخبريه ان العقل يمكن ان يثبت ايش؟ الذاتية، ولا يمكن أن يثبت. ده كلام صعب أوي، واحد يفسره. أنا أعطيت القاعدة لتفسير طلبة العقيدة. فسر محمد. طيب ما هو نفس الكلام هينجر على إيش؟ على الذاتية. الآن أنت قلت لو دخلنا العقل في الصفة الخبرية إيش اللي هيحدث؟ نفس الامر سينسحب الكلام على الصفه الذاتيه، لو ادخلنا العقل فيها
ايضا هندخل في التكييف. احسن، لكن انا اقول الفرق بينهما ايش؟ طب يا احمد اتفضل. يا اخ والله يهديكم، نقول صفه ذاتيه مثل اضرب دي مثل العزه. احسن، العزه صفه ذاتيه. نقول محمد عزيز، فاذا وصفت محمدا بالعزه فهذه صفه نقص في محمد، خطا. صفه ايش كمان؟ اذا لو وصفت محمدا بالعزه فهذه صفه، يبقى انا اقول اذا وصفت محمدا بالعزة وهي صفة كمال فمن باب أولى أن أصف رب محمد بإيش؟ بالعزة. يا رب تكون اتفهمت. اتفهمت؟ يبقى إذن الآن العقل أثبت الصفة الذاتية ولا ما أثبتها؟ أثبتها عن طريق القياس الإيه؟ الجلي، القياس الأولى. أقول محمد كريم، يبقى محمد موصوف بإيش؟ بالكرم، وهذه صفة نقص. خطا، صفه كمال. محمد كريم، اذ محمد يتصف بصفه كمال وهي الكرم، فرب محمد اولى ان يتصف بايش؟ مفهوم الكلام هذا؟ يبقى اذا العقل يمكن ان يثبتها. اما الصفه الخبريه، اقول محمد له عين، هل العين هذه يمكن ان اقول كمال في محمد فاصف الله بها؟ ها؟ لا، لاني لا اعلم. ممكن ما تكونش كمال، كمال في الانسان، لان الانسان يحتاج الى العين. فهموا؟ هو عين الانسان كمال فيه ليش؟ يحتاج اليها لايه؟ يرى لعجز ونقص. لا تستطيع ان تقول هذا في حق الله جل في علاه. هذا الفارق، بان الصفه الخبريه لا يمكن ان تصف الله بها الا ان تاتيك عن طريق الخبر. اما الصفه الذاتيه، صفه الكمال الذاتيه يمكن ان تصف الله بها عن طريق قياس الأولى. مفهوم ولا لا؟ إذن الغنى صفة ذاتية لله جل في علاه، ثبتت لله بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى: والله هو الغني الحميد. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما أيوب يغتسل حتى ذكر لنا أنه سقط عليه جراد من ذهب، فأخذ يحثو من الذهب، فقيل له: أوحى الله إلي ألم أكن قد أغنيتك؟ قال: لا غنى لي عن بركته. وين وجه الشاهد لهذه الصفة من هذا الحديث؟ لما نزل الجراد من الذهب أخذ يحثو، فقيل له: أوحى الله إلي ألم أكن قد أغنيتك؟ قال: لا غنى لي عن بركته. وين الدليل على صفة الغنى لله جل في علاه؟ خلاص أحسنت، هذا وجه الشاهد. وين وجه الدلالة من هذا؟ وجه الدلالة ثبتت أنت عروش الإخوة الآن. وين وجه الدلالة؟ أيوه. لا، من بعيد هذه، لابد انك تدخل في عمق الامر. نعم احسنت. نقول هنا وجه الشاهد اغنيتك، وجه الدلاله هذا فعل من افعال من؟ فعل من افعال الله، انزل الغنى عليه، فهذا فعل من افعال الله، اثر من ايه؟ من صفه من صفاته، وهي صفه الغنى. فاذا صفه الغنى صفه لله جل في علاه، نقول ذاتيه الاصل، وتكون فعليه في ايه؟ بالنسبه لفعل الرب تجاه العبد، يغني من يشاء ويفطر من يشاء جل في علاه. اذا قلت ذلك فاعلم اخي الكريم حتى تيأس من هذه الدنيا ان الغنى والفقر بيد الله جل في علاه. ولذلك كان دائما يقول: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اكمله الى ان قال: لا ينفع ذا الجد منك، لا ينفع الغنى منك الغنى، فإن الغنى كله بيد الله جل في علاه. فإن أردت أن تتعبد بهذه الصفة لله جل في علاه، اعلم أن ربك غني عنك وعن أمثالك وعن الدنيا بأسرها. إن مدحت ربك بسجودك وتذللك وتضرعك لا تمن على الله بذلك، لأنه غني عن عبادتك وغني عن تضرعك وغني عن مدحك وثناءك عليه. ألم تسمع قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا في الصحيح، أن الله جل في علاه قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، سبحانه جل في علاه. فالغنى المطلق لله جل في علاه، إن علمت ذلك أخي الكريم فاستغني بربك، استغني بربك ولا تسألن أحدا
إلا إذا أباح لك الله السؤال في المسألة التي تعين لك. لما؟ لأنك إذا استغنيت بربك فكل الدنيا بأسرها تكون معك. من كان الله معه فمن عليه، ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وكما في الحديث القدسي كما قلت هي بعض الآثار، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، خلقت الكون كله كما قال ابن القيم خلق الكون كله لك وخلقك أنت له، فإن استغنيت به جعل الكون كله في يديك، أنت موظف عند ربك جل في علاه، فانشغل بهذه الوظيفة يكفيك الله كل الهموم. اللهم اجعلنا نستغني بك عن كل شيء يا رب العالمين. ولذلك ترى شيخ الإسلام ابن تيمية كان يبين غناه بربه جل في علاه، ويضحك الشبهة التي تأتيه، ويضحك أعداءه عندما يقول ماذا يريد أعدائي بي. انظروا إلى الغنى بالله جل في علاه، ما سأل أميرا ولا وزيرا ولا حاكما ولا غير ذلك، قال ما يفعل أعدائي بي، ما يظن أعدائي بي، ما يريدون مني، ما يفعل أعدائي بي، جنتي في قلبي. الغنى هنا. ولذلك قلت أنا الرزق رزقان، رزق مادي، رزق حسي، طعام وشراب فقط. الرزق رزقان، رزق قلوب ورزق أبدان، وأوج ما يكون من رزق القلوب هو الغنى، غنى القلب، أن تستغني بربك في قلبك. فقال ماذا يريدون أعدائي مني، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن نفوني فنفي سياحة، جنتي في قلبي. يستغني بربه عن كل شيء. هذا آخر الصفات التي نتكلم عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الشيخ